بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يجب للأنبياء الصيانة، ومما يجب للأنبياء الصيانة فيستحيل عليهم الرذالة كاختلاس النظر إلى الأجنبية بشهوة وكسرقة حبة عنب، وكذلك يستحيل عليهم السفاهة كالتلفظ بألفاظ شنيعة، وكذلك يستحيل عليهم الجبن، فالأنبياء هم أشجع خلق الله. وقد قال بعض الصحابة: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق، أي في المعركة، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أقرب إلى العدو منه. فمن نسب إلى الأنبياء الكذب أو الخيانة أو الرذالة أو السفاهة أو الجبن أو نحو ذلك فقد كفر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.